فخرية جاسم السكران، امرأة عزمت على الالتحاق بركب الشهداء حاملة على كفيها سنواتها 55. تعرضت فخرية جاسم السكران للاختناق بمسيل الدموع أثناء تواجدها في مأتم قريب من منزلها، وعند وصولها إلى البيت كانت آثار التعب بادية بوضوح على وجهها بسبب الغازات السامة التي استنشقتها بعيد إطلاق قوات الأمن لمسيلات الدموع. نقلت فخرية إلى قسم الإنعاش في مستشفى السلمانية الطبي، وتم تشخيص الحالة بالتهاب شديد في الرئة وفشل بوظائف الكلى، واضطر الأطباء لإنعاش قلبها مرات عدة إلى أن استسلمت للموت وفارقت الحياة. الليلة الأخيرة من عام 2011 خنقت أنفاس الشهيدة فخرية جاسم لتعلن عن عام جديد تلون لياليه دماء الشهداء القانية.